يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون يا أيها الذين آمنوا وهي تعلمنا وتخاطبنا نحن بعد أن خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبت أصحابه الكرام يا أيها الذين آمنوا والخطاب لكم أنتم الذين آمنوا إذا سمعتم الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فقل لبيك اللهم لبيك حاضر يا رب ماذا تريدني أن أعمل مرني يا رب أمرك على رأسي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا المنافقون لما جرى ما جرى في غزوة أحد قالوا لإخوانهم المنافقين قالوا أرأيتم لقد خرج محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى القتال ولو بقوا في المدينة وما ذهبوا إلى القتال لما قتلوا لما ماتوا فالله عز وجل قال للمؤمنين لا تقولوا هذا القول لا تقل لأخيك لو إنك عملت اللي قلت لك يا ما كان صار معك اللي صار لو إنك ما رحت على المسجد ما كان حصل معك الذي حصل لو إنك ما التزمت مع الجوامع ورفقة الجوامع كان صح لك غير يلي راح عليك يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض يعني خرجوا للتجارة أو كانوا غزاً أو خرجوا غزاة في سبيل الله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قال الله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم هذا الظن الذي يعتقدونه بأنه لو أن المسلمين أطاعوهم سيورثهم حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت الحياة والموت مو بسمع كلمتي ولا بسمع كلمتك الحياة والموت لا يدفعها حذر ولا يأتي بها فكر وذكاء والله يحيي ويميت المحيي والمميت هو الله والساعة التي يكتب لك فيها انتهاء الأجل ستكون والساعة التي يكتب لك فيها بداية العمر ستكون والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون إذا مت وأنت مجاهد في سبيل الله إذا مت وأنت سالك درب الله عز وجل إذا استشهد الشهيد في سبيل الله تعالى خير من كل ما يجمع من الدنيا هؤلاء المنافقون قالوا لو كانوا معنا ما قتلوا ما ماتوا الله عز وجل قال القتل في سبيل الله الموت وأنت سالك في درب الله وفي طاعة الله خير من كل ما يجمع من هذه الدنيا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم يعني وأنتم في طريقكم في سبيل الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أحياناً إنسان بسبب التزامه الديني لا يستطيع أن يعمل في بعض الأعمال التي تخالف الشريعة يأتي إنسان ليقول له شايف أنت لو مالك ملتزم كنت هلأ تعينت بهذا المكان وأخذت هديك الحسبة من المال قل له أنا التزامي في درب الله عز وجل خير من كل هذه الدنيا التي تجمع أنا إذا مت وأنا في درب الله عز وجل منضبطا بأمره ملتزما أوامره تاركا الحرام مؤديا الفرائض مؤديا النوافل خير من كل هذه الدنيا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أحياناً فتاة يقال لها شايفة أنت لو مالك لابسي هذا اللباس المحتشم
كنت انخطبتي من مدري قديش، بس لأنك شوفي شو لابسة، شوفي شو لابسة، اشلحي هذا اللي لابستي، بعدين بعد ما تتزوجي بتلبسي. أما هلأ شوفي بده يتأخر زواجك كذا وكذا سنة. إذا قالت لك إحداهن هذا الكلام فقولي لها: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. مو إذا تأخر زواجي، لو أنني أموت في سبيل الله، لو أنني تستمر بي حياة وأنا في طاعة الله ثم ينتهي أجلي، فالمغفرة التي أستقبلها من حضرة الله تعالى والرحمة خير من كل ما يجمع من هذه الدنيا. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم المؤمن وغير المؤمن، المنافق والمنضبط بأمر الله، الكافر والمؤمن، كلهم سيموتون أو سيقتلون، وهناك سيحشرون بين يدي الله تعالى، فيجزي الله تعالى المحسن إحسانا ويجزي المسيء سوءا. ثم قال القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم، والكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل المصاب الجلل الذي أصيب به، شهداء من أصحابه 70 في يوم واحد، هو صلى الله عليه وسلم أشيع بأنه قتل، جرح وردت رجله وكتفه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب الرماة الذين قال لهم لا تتركوا الجبل، هم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتوقع أن يكون لهم عقوبة، لماذا خالفتهم؟ وبسبب مخالفتهم صارت خسارة الجيش. لكن الله عز وجل ألقى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة، فما عاقبهم ولا عاتبهم، بل إن الله تعالى قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، سامحهم وانسى ما فعلوه من تقصير وخطأ، واستغفر لهم، اسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ما فعلوه، وشاورهم في الأمر. مع أنه متوقع، يعني كيف يا رب أنا أشاور هؤلاء وقد فعلوا ما فعلوا؟ مع هذا صحيح أنهم أخطأوا، لكن المشورة فعل صحيح، فلا تتركه يا محمد، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية أيها الإخوة نزلت خطاباً لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله، وهو أفضل من عبد الله، وهو أحسن العالمين خلقاً، قال الله تعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم. هي هذه الآية بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي خطاب لكل مؤمن من المؤمنين. إذا أردت أن يحبك الناس، إذا أردت أن يستجيب لك من حولك لدعوتك، إذا أردت أن تحبك زوجتك، إذا أردت أن يحبك أولادك، إذا أردت أن يحبك عمالك، إذا أردت أن يحبك شريكك، إذا أردت أو أردت أن يحبك زوجك، فافعلي ما أمر الله تعالى به سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الماء صلة تسمى عند اللغة، تفيد التأكيد، يعني فبرحمة من الله لنت لهم يا محمد. الله عز وجل بسبب كثرة عبادتك وكثرة ذكرك وكثرة توجهك إليه أورثك رحمة، وبرحمته تعاملت مع من حولك باللين. طبيعة الإنسان فظ، طبيعة الإنسان قاسي، طبيعة الإنسان يحب الأثرة، طبيعة الإنسان يحب نفسه ويجعلها خيراً من الآخرين. لكن إذا تداركتك رحمة الله بكثرة ذكرك لله وكثرة توجهك إليه وكثرة سؤالك له، فإن طبعك سيلين، وإن قلبك سيلين، وإن أخلاقك ستلين، وإن كلماتك ستلين. هلأ تشاهد إنساناً إذا غضب كلامه قاسي جداً، جارح جداً، عنيف جداً. إذا غضب أعوذ بالله، لو صورته بالفيديو يعني ليس هو، حتى بعد ما يهدأ بتفرجي فيلم الفيديو أنه هو كيف طلع منظره، بيقول لك هاد أنا، يا لطيف ليش هيك عم بيصير معي. تجد إنساناً إذا غضب عنده قسوة، عنده فظاظة، عنده غلاظة، عنده عنف. تجد إنساناً إذا غضب
ضابطاً لكلامه، ضابطاً لأفعاله، ضابطاً لتصرفاته. هذا رجل أصابته رحمة الله تعالى، فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الباء سببية، يعني فبسبب رحمة الله تعالى التي أصابتك يا محمد صلى الله عليه وسلم لنت لهم. ولو كنت فظاً غليظ القلب، لو كنت قاسي القلب جافياً، لنفضوا من حولك. الآن يا أخوان، ونحن جميعاً ويا أيتها الأخوات، نسعى لأن نكون دعاة إلى الله، نسعى لأن نكون على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسعى لأن نكون نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتوقع من كل واحد منا أن يهذب طباعه ويهذب أخلاقه لتكون مثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللين والرفق والسماحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة اللينة صدقة، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. مرات واحد بيرافق واحد 20 سنة، بيحبوا بعضهم وبيروحوا وبيرجوا سوا مع بعضهم، بيروحوا على المسجد، بيروحوا بيعزموا بعضهم البعض، بيوقفوا مع بعضهم بالأفراح وبالأتراح. بيحدث إنه واحد بيناتهم بيخربط مع الثاني، يخطئ في حقي، فصل يعني مو منيح، أخطأ معه. هلأ في واحد بتلاقيه عنيف، يعني إذا واحد أخطأ معي خلص ضرب عليه إكس، لا عدي أحكي معه، وحذف رقمه من الجوال، وإذا يعني إذا بيكون بهالجامع أنا ما عدي أجي على جامع الحسن، بيحضرهم ما عدي أجي، بتروح على غير جامع أنا. يا لطيف، شبك يا رجل؟ ماشي الحال، أخطأ. خاصة أحياناً بيجي بيعتذر لك: يا أخي أنا جاي أعتذر منك، والله أنا أخطأت بحقك. أبداً لا يجي لعندي، إذا بيجي بدي أمشي فوراً أنا. يا رجل، لا تكن شديداً، لا تكن عنيفاً، خليك سهل، خليك لين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ هدون الرماة اللي الصحابة اللي كانوا على الجبل، أخطأوا لما ما أخطأوا؟ المتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يحكي معهم بنوم، بس الله عز وجل قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين سهل، تحرم على كل قريب هين سهل. قريب يعني بقدر أتفاوض معه، بقدر اعتذر منه، بقدر يعني أعمل مقاربة بيني وبينه، وهين ليس صعبا، وسهل مع الناس.